إيه يقلعبوه مكبر إيه إلا شلي إلا واحد توا الهم لك حل. يا هلا بكم يا هلا، وتحية للرجال أحرار والحرائر الشرفاء والشريفات الذين يساندوننا ويدعموننا في وقت محنتنا، وتحية عالية لأهل واد نون والساقية الحمراء، العيون الساقية الحمراء وقلميم واد نون الذين التي أفنينا فيها زهرة شبابنا، وكنا يعني فعلا قدمنا خدمات جليلة للناشئة آنذاك، الحمد لله تخرجوا منها من تقلدوا فعلا مناصب عليا، فمبروك لهم ولأبنائهم. إذن حتى لا نطيل عليكم، ما تنسوش دائما فرشخوا لي الجيمات الإعجاب اللايكات، لأن بعض الهم الكحل ديال البعارة قال ليك ما تديروش الجيمات، وبأنهم حتى أن بعض الجروبات ديالهم اللي يقومون بإسكات كل صوت حر أو رأي مخالف فتقوم بالبلوكاج ديال. إذن لماذا؟ علاش؟ كيفاش؟ وعلاش بالأمس كانوا تتصلوا وتيجي يسمعوا ويطلبوا الاستشارة منا، ونقدم هذه الاستشارة إليهم ويأخذون بها، والآن يعني أصبحوا متضايقين مزعوجين لأننا نقول كلمة حق. حنا ما تنبغوش الهرافة ما تنحملهمش، وأي واحد تيهرف ويساعد على الهريف فأنا سأقف له الند بالند. أي فئة تلجأ إلى هذه القناة وتكون مظلومة ومغبونة سأدافع عنها، ولدينا دائما ما يفيد. إذن إذا كانت أكاذيب فهي من تصريحاتهم وهي أكاذيبهم، وإذا كانت حقيقة فهي من تصريحاتهم، ونعتمد دائما عن التصريحات من الإدارة رسميا. ولدينا ما يفيد ويؤكد ويزلزل مزاعمكم أيها الكنان، في حين دائما أقول وأكرر لن أثير البلبلة حتى وإن عرفت أدق التفاصيل، لن أثيرها نهائيا، ولكن عندما يلجأ لي بعض الفئات ويطلبون مني الدعم سأدعمهم إن كانوا على صواب، وفعلا أغلبية يكونون على صواب. إذن طلق الحمام يطير، الحمام يطير ويلي ولا حيدو، طلق الحمام يطير، الحمام يطير وكان خنوش يصيدو. ولا ما قديتيش عليه وراه كاينين مواليه، يا الله ولد عم دور 120، خلينا نفرفش مع الإخوان والأخوات اللي تعزونا وتنعزوهم، يهزوا به بالنا ونهزوا بالهبال ديالهم. أما الكنانم غرارين عويشة ولاد الهردوس تتحابوني هذاك الاخرين ديال هذاك يبدا يبكي، تبداو ديروا على الزلال يبداو عليه يبدا يبكي. الله شوف انا اللي شديت، نحترم الرجال على روسنا من الفوق. الشميت اللي قال شي كلام اللي تكلم باحترام نتكلموا معاه بكل احترام وبكل ادب،
واللي تيحط من النيفو اختصاص ديالنا هذاك، حطوا مع النيفو اكثر فاكثر. اذا بالنسبه لي المتصرفون، المتصرفون دوزو المتصرف، لان بالنسبه لاحداث اطار ديال الاستاذ باحث اللي غادي يكون في النظام الاساسي المقبل، عفوا نعتذر. اذا نواصل، ان جا واحد الطارئ غادي نخرج باش نمشي ندي شي غراض، ولكن بما انني بدات سنتمم. بالنسبه للاحداث ديال اطار استاذ باحث، كما قلت ليس حكرا على اي كان، ماشي كريمه، ماشي فيرمه دير عليها التيتر، ماشي رياع. فإحداث درجة إطار ديال الأستاذ باحث فهو فرضته الظرفية، حتى أن ابن موسى كما قلت باتفاق مع وزير التعليم العالي، راك شتوهم يعني حوالي 700 منصب مالي تحويلي قام بإلغائه في آخر لحظة لو موا دوز 2022، وحرم مجموعة من حامل الدكتوراه ديال قطاع التربية الوطنية من الالتحاق بالتعليم العالي، وتغيير الإطار ديالهم إلى أستاذ التعليم العالي مساعد. إذا كما قلنا الحجة اللي تحجج بها هي أن أتى بن موسى أنه غادي يعطي الأولوية لدكاترة القطاع، خاصهم يكونوا مرسمين مع يعني مع الوزارة، يكونوا يحملوا الشهادة، والمباراة فرض عين لا مناص بها بالقانون. ولكن بعض الاجتهادات و يعني التصورات والاقتراحات ديال النقابات يعني ذات التمثيلية، خصوصا الأربعة اللي مقعين على اتفاق 14 يناير، لأنهم هما اللي الآن تيحضروا، الأخرى الفنو راه قاموا ب الإقصاء ديالها، ما بقاوش تيستدعوها في خرق سافر للقانون، رغم أنها عندها التمثيلية وبناء هذا النظام الأساسي تيخص الشغيلة قاطبة، وماشي من حق أي كان باش يقصي واحد الفئة، واحد المجموعة مهمة من رجال التعليم باش يعني يطالعوا ويشاركوا في البناء ديال هذا النظام الأساسي الجديد، ويكونوا تمام طالعين على كل شادة وفادة. إذا هذه مسألة أخرى. إذا هنا اش تلاحظوا؟ تلاحظوا بأن يعني هذا الإطار ديال الأستاذ باحث يعني طلبته الظرفية كما قلنا، محتاجين إلى الخبرات ديالهم، الكفاءات ديالهم حسب يعني التصور ديال ابن موسى في إنجاح الورث ديال التعليم بين مزدوجتين، لأن ما عرفناهم واش باغيين يصلحوا ولا ما باغيش يصلحوا، خصوصا عندنا بعض الأشياء غادي نقوموا بالإدلاء ديالها، يعني غادي نوضحوها في فيديوهات مقبلة. فهم كعادتهم دائما تيبغوا يستحوذوا على جميع المكاسب كما تتعرفوا، وقلت لكم انا سابقا راه كنا قبادره يعني ليليس ديالها ديال المنتمين اليها من هذوك الدكاتره، ودايرين التصور اللي تيخدم لا ماجوريتي ديالهم، هذه هي الخدمه ديالهم، كل واحد تيصوت على كوالته. وحتى ان اللي ما عجبتش وتزعجوهم، وهذه حقيقة،
أن النقابات تفرخ التنسيقيات وتجي تتحجج لنا تقول لنا بأن التنسيقيات تضعف العمل النقابي. كما داروا كما تيديروا في تكليف في التفرغ النقابي، كما قلت لك الشرط الثالث اللي خاص النقابة تكون مستقلة ومكتوبة كشرط ثالث، وانتم عارفين الاستقلالية ديال النقابة إلا من رحم ربك. إذن هذا الإطار ديال الأستاذ باحث، فهناك قوانين تنظم طرق الاستفادة وتحدد كيفية الاستفادة أو الترقي من في الدرجة أو الإطار. وقلنا بأن لا اجتهاد مع النص. إذن هناك المراجع القانونية لتستند إلى الوظيفة العمومية، أولا جوز 04/403 اللي صدر في 2005 ديسمبر 2005، ثانيا المرسوم جوج 02/23 الذي يحدد كيفيات تحديد الشهادات، يحدد لنا الكيفية كيفيات تحديد الشهادات المطلوبة لولوج مختلف درجات وأطر الإدارات العمومية. إذن مرسوم جوج 02/23 اللي هو تبين لنا كيفيات تحديد الشهادات المطلوبة لولوج مختلف درجات وأطر الإدارات العمومية، وعدنا المرسوم جوج 04/403 الذي يحدد كيفية ترقي الدرجة والإطار. إذن هنا راه ما قالش لنا خاصو يكون متصرف من الدرجة الأولى، ولا خاصو يكون أستاذ تعليم ثانوي التأهيلي من الدرجة الممتازة، أو مفتش من الدرجة الممتازة، أو مقتصد من الدرجة الممتازة. فهذه البدع وهذه الحيل وقتها قد ولى، لأنكم كنتوا تخدموا خدمتكم تحت الدس كما درتوا في التجاوزات ديال الفوجين 93/94 ودوزتهم في 2019، عطيتهم سنوات اعتبارية رغم أن المرسوم جوز 19/504 تيقصيهم وخليتوهم ترقاو وحيدوا الوضعية الإدارية ديالهم، كما درتوا في الفوجين 2012-2013 وعطيتوهم سنوات اعتبارية، المادة 115 مكررة 9 مرات اللي كانت خاصة بالمتقاعدين بالتاسع ولا تخص المتخرجين بالتاسع، تخص ضحايا المادة 112، ضحايا الزنزانة التاسعة اللي قاعدوا من 2003-2004-2005، لأننا بكل بساطة قيدنا بالمادة 112 استثنائيا من أجل تسريع الترقي ديالنا من التاسع إلى العاشر من 2003 في حدود 4 سنوات، على أساس تكون بمفعول مالي من 2007 خرجوا لي ديز دافونس من التروازيام كراد والدوزيام كراد ودمسطوهم 2011 من حليتو الملف ديال الزنزانة التاسعة قصيتونا ودوزتو في بلاصتنا كضحايا الزنزانة التاسعة ضحايا المادة 112 المتقاعدين من 2003-2004-2005 ودوزوا أصحاب الإجازة المصنفين في التاسع وشتانا بين المصنف في التاسع والمرتب في التاسع، أصحاب الإجازة لا علاقة لهم كضحايا للنظامين ودوزتوهم. الآن في 2019 الفوجين 2012-2013 خريجي التاسع وليسوا متقاعدين بالتاسع، لأن ضحايا النظامين وضحايا الزنزانة التاسعة
هم من توظفوا التوظيف الأول بالسابع أو بالثامن وليس بالتاسع، لأن ضحايا النظامين هم اللي كان في 95 تخرجنا بالبكالوريا ونفسنا لأن نفس الشروط نتوفر عليها، توظفنا بالبكالوريا وتعيننا بالثامن من 80 إلى 86، هذو هما المعنيين أن في 95 كان خاصنا ندوزو وندمجو في التاسع. نعلط الله على كل من يساهم في إقبار الحقيقة وفي طمس معالمها وفي الركوب على الملفات. فوجين 2012 لا تتوفر فيهم الشروط باش يستافدوا من السنوات الاعتبارية، لأن استفادة من المادة 105 من السنوات الاعتبارية فهي لمن قرصنت من مساره المهني سنوات تعد بالعشرات. دزنا من الثامن التاسع في 14 سنة، إذا نحن اللي كنا تنتسالوا أربعة سنوات اعتبارية، هذه أربع سنوات اعتبارية هي للمتقاعدين بالتاسع وليس للمتخرجين بالتاسع. تجاوزات تلو التجاوزات وخروقات تلو الخروقات ونفس الوجوه الكنانش والخنانش هما اللي باقين لهدم التعليم، لسب التجاوزات، تراكم الملفات هما اللي باقين حتى الآن، ويسعون جاهدين إلى الالتفاف على الملفات. فالإطار ديال الأستاذ باحث لا علاقة له لا من قريب ولا من بعيد بهذه الشروط اللي وضعتوها أنتم، لأن خرجناكم من الباب من كنتوا دايرين نفس التصور ديال الأقدمية العامة والأقدمية في الشهادة، والآن بغيتوا ترجعوا من النافذة بطرق ملتوية وتوضعوا شرط ديال الدرجة الممتازة. وكل شيء درتوا ليه ممتاز والمتصرف درتوا ليه الدرجة الأولى، الدرجة الأولى من متصرف. وهنا إعواج الفقوس، وهنا كما قلنا إعواج الفقوس، لأن المتصرف والنظام الأساسي الخاص بالمتصرفين جوز 06-377 الذي هو بمثابة نظام أساسي لهيئة المتصرفين المشتركة بين الوزارات مخالف تماما لهذا المتصرف اللي خرجتوه ودرتوه على المقاس ديالكم وقمتم بالإدماج بأطار رجعي من 2016 للمتصرفين في قطاع التربية الوطنية التربويين إدارة إسنادا ومسلكا. فالدرجة الأولى لا علاقة لها كدرجة أدنى من شهادة الدكتوراه أو من إطار من إطار أستاذ باحث. فأستاذ باحث فهو إطار وليس درجة أعلى. إذن غنتوقفوا عند هذا الحد لأننا دركتنا الوقت، ومن بعد غادي نجلسوا ونفلوا معكم الناموس. إذن بالرجوع إلى المرسوم جوز 06-377 لمصدر 2010 ديال المتصرفين طالعنا عليه وعرفنا أنه تتكون من ثلاث درجات الأولى والثانية والثالثة ودرجة متصرف عام كامتياز. إذن فلتذهبوا إلى مزبلة التاريخ، الأزلام فليذهبوا إلى مزبلة التاريخ. وتحية فقط للأحرار والحرائر، الشرفاء والشريفات، الأفاضل والفضليات والفاضلات، دورهم 120.